الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا أن تدارسنا بالأمس شيئا مما يتعلق بمعنى الصيام وغايته، وفي هذا اليوم نتدارس بإذن الله عز وجل شيئا من مفطرات الصيام، ما الذي يؤثر على الصوم فيلغيه، وما الذي لا يفسد الصوم به. الصوم ليس أمرا جديدا في عرف البشرية، بل الصوم كان موجودا قبل دين الإسلام، كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قد أخبرت أن العرب كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فدل هذا على أن معنى الصيام كان معروفا عندهم، ومن ثم فالمفطرات التي تؤثر على الصوم كانت معروفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وإن لم تكن معروفة بالتفصيل. وقد جاءت آية البقرة التي قرأناها ببيان أن ثلاثة أمور تؤثر على الصوم، في قوله تعالى: فالآن باشروهن، معناه أن الجماع يمنع الصائم منه، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا، معناه أن الصائم يمنع من الأكل، واشربوا، معناه أن الصائم يمنع من الشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الصيام الذي هو إمساك عن ماذا؟ عن هذه الأمور الثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وهذه الأمور الثلاثة مفطرة للصائم بإجماع أهل العلم في الجملة. وحينئذ نعلم أن العرب كانوا يصومون ويمسكون عن هذه الأشياء الثلاثة. كذلك ثبت في السنة أن المرأة الحائض لا تصوم، وقد جاء في حديث عائشة، قد جاء في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحائض: تدع الصلاة والصوم، تدع الصلاة والصوم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب نقصان شهادتها أخبر بمثل ذلك كما ورد في عدد من الأحاديث. إذن تبين لنا أن خروج دم الحيض مؤثر، ومثله دم النفاس. وقد ورد في حديث لقيط بن سبرة، لقيط بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث جيد الإسناد، جيد الإسناد، فمعناه أن إدخال الماء مع الأنف مؤثر على صوم الصائم،
وإلا لما منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن دخول الماء إلى الجوف مع الأنف مؤثر على صوم الصائم. وجاء أيضا في السنن ما يتعلق بالقيء، أن من استدعى خروج القيء فخرج القيء منه فإنه حينئذ يفطر بذلك، بخلاف من خرج منه القيء بدون أن يعمل عملا يؤدي إلى خروجه، فقال من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء أي من طلب خروج القيء يعني فخرج منه القيء فإن هذا مؤثر على صومه. وقد اختلف أهل العلم في هذا الخبر، فرفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه بعض الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الرواة بأنه من كلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فهو دائر بين كونه حديثا نبويا وبين كونه من كلام الصحابي، والأظهر ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من رفعه ثقة مقبول الرواية، ولا يمتنع أن يحدث الصحابي بالخبر مرة منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يحدثه من عند نفسه على جهة الفتوى، وبالتالي كل راو حدث بما سمع، فالأول سمع أبا هريرة يذكره منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك، والثاني سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه على جهة الفتوى من كلام أبي هريرة فنقله كذلك، ومن ثم يكون الأمران ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر طائفة من أهل العلم الإجماع على أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، واتفقوا على أن من استقى عامدا فخرج القيء منه أن عليه القضاء، والجمهور على أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط. وذهب طائفة من التابعين إلى إيجاب الكفارة المغلظة عليه. ومن الأمور التي وردت في المفطرات أيضا ما يتعلق بالحجامة، ما يتعلق بالحجامة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقد ورد ذلك من طريق جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في حكم الحجامة، وهل هي مؤثرة على الصائم أو ليست بمؤثرة، فذهب الجمهور إلى أن الحجامة غير مؤثرة على الصوم فلا يفسد الصوم بها، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وعلماء الحديث لهم مذهبان في تصحيح هذه اللفظة، فبعضهم قال هذه اللفظة معلولة، وصوابها أنه احتجم وهو
محرم، ولم يقل الراوي احتجم وهو صائم، ولكن الصواب تصحيح هذه اللفظة، وأن هذه اللفظة ثابتة، وأن الأصل أن كلام الراوي الثقة يقبل ويعتمد، ومن ثم فهذه اللفظة ثابتة. لكن إذا تتبعنا روايات هذا الخبر وجدنا أن هذه اللفظة يراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر فأفطر على الحجامة، والمسافر يجوز له أن يفطر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يريد بذلك الفطرة، فدل هذا على عدم وجود التنافي بين هذه اللفظة احتجم وهو صائم مع ما تتابعت به الرواية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا بالنسبة للمحجوم، قال طائفة بأن المعنى فيه هو خروج الدم، فإن خروج الدم مؤثر على الصائم لأنه يضعف بدنه، ومن ثم جاءت الشريعة بأن الحائض والنفساء يفطران، وهذا هو مذهب الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بينما رأى آخرون أن هذا المعنى الذي ذكروه ليس معنى منصوصا عليه، فليست العلة هنا منصوصة، ومن ثم لا يصح لنا أن نثبت هذا المعنى. ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني إذا رأى الإنسان في مذهب الحنابلة يجد أنهم يقولون بمقتضى الخبر أفطر الحاجم والمحجوم، ولكنهم لا يعللونه بخروج الدم، بخلاف الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الذي يترتب على هذا؟ مثلا في الفصد، أو في التبرع بالدم، أو في التحليل الذي يؤخذ منه، يؤخذ البدن به من الدم، من يؤخذ الدم فيه من البدن، هنا هل هي مؤثرة على صوم الصائم أو لا؟ عند الشيخ يقول نعم تؤثر على الصوم، وبالتالي يفطر الإنسان بها. وفي المذهب، مذهب الحنابلة، وهم يقولون بأن الحجامة مؤثرة على الصوم، يقولون بأن المعنى فيها غير معروف والعلة غير معقولة، وبالتالي فهم لا يقيسون هذه الأمور على الحجامة، فيقولون من تبرع بالدم أو من أجري عليه التحليل الدم أو أجري عليه الفصد، لأن الفصد إخراج الدم من البدن، بينما الحجامة إخراج الدم الفاسد من الرأس، فهل الفصد مؤثر على الصوم أو لا؟ في المذهب يقولون لا يؤثر. لماذا لم يقيسوه على الحجامة؟ قالوا المعنى في الحجامة غير معقول، وبالتالي فإننا لا نثبت الفطر بالفصد قياسا على الحجامة، لأن العلة في الحجامة غير معلومة. وعند الشيخ يقول العلة في فطر المحجوم هو أن خروج الدم يؤثر على بدنه، وحينئذ نقول بأن كل خروج للدم يؤثر على البدن فإنه يفطر به، فإنه يفطر به الصائم. وهناك من قال بأن القيء غير مؤثر، وعلى كل أورد المؤلف مسألة إيجاب الوضوء من القيء،
هل ينتقض الوضوء بخروج القي أو لا؟ والعلماء لهم منهجان وطريقتان في ذلك، منهم من قال بأن خروج القي وسائر النجاسات من البدن من غير السبيلين مؤثر وناقض للوضوء، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه الرواية، ولكن هذه اللفظة لا تقوى بنفسها على القول بالإيجاب، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لا يعني أنه ينتقض وضوءه بذلك، لأنه قد يتوضأ استحبابا لا على سبيل الوجوب، ومن ثم لا يصح أن يستدل بهذه اللفظة توضأ قاء فتوضأ على أن القيء ناقض من نواقض الوضوء، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء مطلوب شرعا، لكن طلبه قد يكون على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الوجوب، فنحمله على أقل درجاته وهو الاستحباب. وهناك عدد من الروايات وردت عن بعض الصحابة أنهم توضأوا لما خرج الدم من أبدانهم، وهذه الألفاظ أيضا ليست دالة على الإيجاب، ولذلك فإن الصواب القول بأن خروج النجاسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقد ورد في حديث ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وهذا اللفظ قد وقع الاختلاف في رواته، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هل هو متصل أو هو مرسل. على كل، في مسألة الحجامة جمهور أهل العلم يقولون بأن الحجامة غير مؤثرة على الصوم، وقد وردنا أحاديث صحيحة ثابتة، فحينئذ نحن يجب علينا أن نتبع هذه الأحاديث، لأننا مأمورون شرعا باتباع النص، وعندما نقف بين يدي الله عز وجل يسألنا عن اتباعنا للكتاب والسنة، ولا يسألنا عن اتباعنا لأحد من الخلق. إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة لا يقال لك لما خالفت أبا حنيفة أو لما خالفت أحمد أو الشافعي أو مالك، وإنما يقال لك لما خالفت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي جعل هؤلاء الأئمة مع فضلهم ومكانتهم وعلمهم يقولون بعكس مقتضى هذه الأحاديث المتتابعة الدالة على أن الحجامة مؤثرة على الصوم؟ منهم من قال بأنها منسوخة بناء على حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل، احتجم وهو محرم صائم، ولكن هذا الحديث كما تقدم إنما كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسافر له أن يفطر بالحجامة أو بالأكل والشرب أو بغيرهما، وحينئذ لا تنافي بين الخبرين، ولا يصح أن يقال هذا خبر متأخر فيكون ناسخا للمتقدم، لأننا لا نذهب إلى النسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الدليلين، لأن القاعدة الشرعية أنه عند وجود تعارض بين دليلين شرعيين فحينئذ
نحاول أولا أن نجمع بين الدليلين، ومن أوجه الجمع أن نحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر، والجمع هنا ممكن، فإن حديث ابن عباس فيه مسافر، وبالتالي فنقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا المراد به الفطر، وأفطر واحتجم وهو صائم المراد لكونه كان مسافرا، والمسافر يجوز له أن يفطر. فإذا لم نتمكن من الجمع فإننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم، وهنا في هذا الخبر نعلم أن حديث احتجم وهو صائم متأخر، لكن أمكننا الجمع كما تقدم، وإذا أمكن الجمع لم نصر إلى القول بالنسخ. لكن أولئك العلماء الذين خالفوا كثير منهم قال بأن هذا الخبر متأخر فيكون ناسخا لخبر فأفطر الحاجم والمحجوم. وهناك طائفة أخرى من العلماء تركوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم ظنا منهم أن السبب في ذلك، أن السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ أنه مر بحاجم ومحجوم يغتابان الناس، فقال لهما ذلك على سبيل التنفير من الغيبة. لكنكم يا أيها المخالفون لا تقولون بأن الغيبة تفطر، ولو قلنا بأن الغيبة تفطر لما سلم لأحد من الخلق الصيام إلا قليلا، فأكثر الناس لا يمسكون ألسنتهم ويطلقونها في الكلام عن فلان وفلان، ولا يتحرزون في هذا لا في وقت الصيام ولا في غيره. ولذلك على المؤمن أن يستشعر هذا المعنى وأن يحذر كل الحذر من الكلام في الآخرين. ومرات يظن أن بعض الحديث في الآخرين ليس من الغيبة، بل في مرات يجعلونه عبادة وقربة يتقربون بها لله وهو من المعاصي. مثال ذلك يأتي وزير أو رئيس أو أمير أو مسؤول كبير فيفعل فعلا، فيأتي بعض الناس ويتحدث بهذا الفعل على سبيل القدح فيه، ما حكم هذا؟ ضابط الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذمه لهذا الفعل يكرهه أو لا يكرهه فيكون من الغيبة. مثال آخر، أنتم تجدون أن أطفالكم يفعلون أفعالا تثير العجب، تثير العجب، عندما تجلسون هم لا يريدون منكم أن تتحدثوا بهذا الحديث وينفرون منه وتكرهه نفوسهم، فعندما يأتي الواحد منا فيذكر فعل هذا الصغير أمام الآخرين على جهة التعجب منه يكون من الغيبة، أليس كذلك؟ أليس ذكرك أخاك بما يكره هو ضابط الغيبة في الشريعة، وهذا الصغير يكره أن تتحدث عنه بمعايبه أو بأفعاله المشينة وأنت قد تحدثت بذلك، ألا يدخل في الغيبة؟ أجيبوا، هل تفعلونه؟ تفعلونه عفى الله عنكم من الغيبة، من الغيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اصمت حتى عن أطفالك لا تذكرهم بسوء. وهذا فيه مقصد شرعي،
يعني هناك مقاصد كثيرة من هذا الأمر، منها نفس هذا الصغير تنقمع وتنخنس وتذهب منه الجرأة والشجاعة على قول الحق بسبب أن الناس يتحدثون عنه بما يعيبه. وكذلك من المعاني أن هذا الفعل ينتشر بين الناس ويصبح مألوفا، بخلاف ما لو كان هذا الفعل المشين لا يتحدث به أحد، فإن الناس حينئذ يتركونه. ولذلك الغيبة شديدة الأثر على الناس في إفساد أحوالهم، حتى العصاة لا تتكلم فيهم ولا تقدح فيهم. وهذا معنى ثالث، إذا رأينا أحدا من العصاة يفعل معصية تحدثنا بمعصيته، فلان يفعل ذلك. غيبة أو ليس بغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تقول فلان ما يصلي في المسجد، فلان يشرب الخمر. من ستر مسلما ستره الله، هذا من الغيبة. لو قلنا بأن الغيبة مفطرة، كم يسلم لك من يوم؟ هذا وأنتم أهل الخير والطاعة، أنتم طلبة العلم، فكيف بغيركم؟ حينئذ عندما نقول بأن السبب في حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه اغتاب، وبالتالي يلزمنا أن نقول بأن الغيبة مفطرة، كما قال بذلك بعض الظاهرية كابن حزم، فيترتب على ذلك أنه لا يسلم لأحد صيامه. والطريقة الثالثة من طرق دفع التعارض بين النصوص هو الترجيح، هو الترجيح. فإن بعض أهل العلم قال بأن حديث، يعني كما ذكر الشيخ، قال بعض أهل العلم ذهب إلى أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح. القاعدة كما تقدم معنا أننا لا نحتاج إلى الترجيح، ولا نحتاج إلى معرفة التاريخ، ما دام الجمع بين الدليلين ممكنا، والجمع بين الدليلين هنا ممكن، وبالتالي لا نحتاج إليه. ننتقل إلى مفطر آخر، ألا وهو الاستمناء. الاستمناء إخراج المني عمدا، هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا لم ينزل لم يفطر بذلك، لكن إذا أنزل نقول يفطر. وهذا فإن قال لنا قائل أين الدليل على أن الاستمناء مفطر؟ قلنا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته. فإن قال قائل بأن الاحتلام غير مؤثر على الصوم، لو احتلم في النوم وهو صائم يفسد صومه بذلك أو لا يفسد؟ لا يفسد صومه. فلو قال بأن المستمني يماثله، فنقول الاحتلام هذا لا يطلق إلا على النائم، أما اليقظان فلا يقال لفعله احتلام. ثم إن الاحتلام يحصل بغير قصد من الإنسان،
هل هو متعمد للاحتلام بخلاف الاستمناء؟ والأكل والشرب إذا كان بغير قصد لم يؤثر على الصوم، فلا يصح أن نستدل بذلك على أن الأكل والشرب مع القصد لا يؤثر على الصوم. فهكذا فيما يتعلق بإخراج المني. فإن قال لنا قائل أعطونا ضابطا في هذا الباب، بعضهم يقول بأن الضابط، يعني بعض الناس يريد أن يقول بأن الاستملال يفطر، لأن التفطير إنما يكون مما دخل، أما ما يخرج فإنه لا يفطر. فنقول هذا ليس بصحيح، بدلالة أن من استقاء فأخرج القي فخرج القي أثر على صومه، كما نقلنا في الخبر وذكرنا الإجماع عليه، القي دخول أو خروج؟ خروج، ومع ذلك أثر على صوم الصائم. فهكذا فيما يتعلق بالاستمناء. ويدل على ذلك أيضا أن الحجامة دخول أو خروج؟ خروج، ومع ذلك هي مؤثرة، والحيض والنفاس كذلك. فالقول بأن الفطرة مما دخل لا مما خرج، كما ورد ذلك عن ابن عباس، مخالف لمقتضى هذه النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح لنا أن نستدل بهذه القاعدة على أن الاستمناء لا يؤثر على الصوم، بل هو مؤثر على صوم الصائم ومفسد للصوم. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجماع، والجماع كما تقدم مؤثر على الصيام ويفسد الصوم به، لكن ما الذي يجب على المجامع؟ يجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة. إذا لم يجد الرقبة، طيب هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ ورد في بعض روايات حديث المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، وفي بعض الروايات لم يذكر الأمر بالقضاء. هي واقعة واحدة أو متعددة؟ واقعة واحدة، حينئذ لا بد من أحد الأمرين. ماذا نفعل؟ هل نقول بالترجيح كما قال طائفة، وبالتالي نقول رواة من لم يرووا من لم ينقلوا الأمر بالقضاء أكثر وأوثق، ومن ثم نقول لا يجب القضاء على المجامع، أو نقول بأن الرواية الأخرى زيادة ثقة والذين نقلوا الكفارة المغلظة بدون القضاء نقلوا الأمر الأكبر وتركوا الأمر الأصغر؟ هناك منهجان للعلماء ترتب عليها المجامع في نهار رمضان، هل يجب عليه القضاء مع الكفارة أو لا يجب عليه ذلك؟ وقد اختار الشيخ أن الأمر للمجامع بالقضاء ضعيف، ونقل تضعيفه عن غير واحد من الحفاظ، ولكن الأرجح هو إيجاب القضاء عليه. لما؟ لأن الصواب تحسين رواية من روى الأمر بالقضاء، وإذا أمكن الجمع بين الروايتين
بأن نقول من لم يروي القضاء نقل الأمر الأكبر وترك الأصغر، ومن روى القضاء مع الكفارة نقل جميع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجمع بين هذه الروايات، وإذا أمكن الجمع فهو أولى من أن نقول بالترجيح، أن نقول بالترجيح. ويبقى عندنا مسألة في الجماع، من جامع ناسيا، من جامع ناسيا هل يفسد صومه بذلك أو لا؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول المجامع ناسيا يجب عليه القضاء والكفارة، ومنهم من يقول المجامع ناسيا ليس عليه قضاء ولا كفارة، ويستدل عليه ببعض روايات حديث أبي هريرة من أفطر ناسيا فليتم صومه، قالوا أفطر لفظة الخبر أفطر فتشمل الجماع، بينما قال الآخرون هذه اللفظة أفطر تفسير من الراوي، وإلا فإن صحة الخبر من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. والقول الثالث بأنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وهذا منقول عن الإمام مالك. وهذا يجعلنا نشير إلى مسألة الأكل والشرب ناسيا، فالجمهور يأخذون بمقتضى الخبر السابق، يقولون من أكل أو نسي شارب، من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يؤثر على صومه لهذا الخبر، وعند مالك يقول يفسد صومه بذلك. لماذا يا إمام تقول بهذا وقد ورد الحديث صحيحا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه؟ قال هذا خبر واحد، وعند الإمام مالك رحمه الله أن خبر الواحد متى خالف القياس فإنه لا يقبل ويقدم القياس عليه. ولذلك أمثلة، مثلا في حديث المصرات، ما المراد بالمصرات؟ ربط ضرع الدابة من شاة أو بقرة أو ناقة بحيث يبدو ضرعها كبيرا، يربط ثلاثة أيام أربعة أيام ثم بعد ذلك يفك ويؤتى بها إلى السوق ويكون ضرعها مليئا، فيأتي المشتري فيظن أن هذا هو منتوجها اليومي فيشتريها، فإذا حلبها علم أن هذا تدليس وأنه من التصرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التصرية فقال لا تصروا البقرة ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. هذا الخبر مخالف للقياس من أوجه هنا، لأنه مثلا أمره برد التمر ولم يأمره برد لبن، والمثليات تضمن بالمثل، مثلا هذا أحد أوجه مخالفته للقياس. ولذلك قال الإمام مالك لا أقبل هذا الخبر. لماذا؟ قال لأنه خبر واحد مخالف للقياس. ومن أمثلته في حديث الذي وقصته ناقته يوم عرفة، فقد ورد في الخبر أن في حديث أنس في الصحيح أن رجلا سقط من ناقته يوم عرفة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. الحديث قال الإمام مالك: هذا خبر واحد يخالف القياس، لأن القياس أن المحرم يماثل غيره، وبالتالي قال مالك: لا يؤخذ بهذا الخبر، بل يغطى رأسه ويطيب ويفعل به كما يفعل بغيره من الأموات. لماذا يا إمام لم تقل بما ورد في هذا الخبر؟ قال: لأنه خبر واحد مخالف للقياس فرده. لكن أيهما أولى؟ خبر الواحد الذي هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذلك القياس الذي يعمل به ويرد عليه احتمالات متعددة؟ ألا يخطئ القائس؟ خطأ القائس أكثر ورودا من خطأ الراوي، ويدل على هذا أن الإمام مالك رحمه الله في مواطن متعددة قدم خبر الواحد على القياس. ولا أريد أن أستطرد بذكر وقائع كثيرة أو مسائل كثيرة في مذهب مالك رحمه الله، ولكن أريد مسألة واحدة. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تماثل المرأة الرجل في الدية حتى تبلغ الثلث ثم تناصفه. فمقتضى هذا الخبر أن ما كان أقل من الثلث يتساوى فيه الرجل والمرأة، وأنه إذا زادت الدية عن الثلث فإن المرأة تكون على النصف. دية الإصبع ما هي؟ 10 من الإبل. دية الإصبع 10 من الإبل، فإذا قطع إصبع امرأة الواجب فيه 10 من الإبل كالرجل عند مالك، وإذا قطع 2 20، وإذا قطعت 3 أصابع وجب 30 من الإبل، وإذا قطعت 4 تجب 20 فقط، لأن تجاوز الثلث. فإذا تجاوز الثلث ناصفت المرأة الرجل في الدية. لما قطع 3 وجب 30، ولما قطع 4 وجب 20. موافق للقياس ولا غير موافق؟ ومع ذلك قال الإمام مالك به، وهو خبر واحد مخالف للقياس. إذن لم يسر على القاعدة التي قعدها في هذا الباب، وله نظائر أيضا في مذهب الإمام مالك. ولذلك قال الإمام مالك، وهنا مسألة أعلى منها، وهي: متى تجب الكفارة المغلظة بإيجاب عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين؟ ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. هذا الخبر فيه حكم وهو عتق الرقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. متى يجب هذا الحكم؟ لأن الأحكام الشرعية تكون مرتبطة بالصفات، وهنا الخبر ورد فيه صفات متعددة. مثلا كونه جامع زوجته يؤثر في الحكم. طيب لو جامع أمته أو زنى،
تجب الكفارة أو لا تجب؟ إذن كون المجامعة امرأة هذا غير مؤثر في الحكم، كون الجماع وقع في تلك السنة مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر. كون الجماع وقع من ذلك الرجل غير مؤثر. إذن عندنا عدد من الأوصاف غير مؤثرة، وعندنا أوصاف مؤثرة في الحكم، هذا يسمونه تنقيح المناط، بمعنى بيان الصفات التي يعلق الحكم عليها وفصلها عن الصفات غير المؤثرة في الحكم. فهنا عدد من الأوصاف وقع الاختلاف فيه، مثلا هل السبب في إيجاب الكفارة كونه جماعا أو كونه تناول مفطرا؟ عند الشافعي وأحمد لا تجب الكفارة المغلظة إلا بالجماع، لو أكل أو شرب لا تجب الكفارة المغلظة، مع أنه إذا تعمد ذلك فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن عند مالك وأبي حنيفة أن المعنى هو الإفطار، فكل من أفطر في نهار رمضان وجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة. واضح لكم هذا؟ إذن عندنا صفة وقع الاختلاف فيها. طيب، قوله في نهار رمضان هل هو مؤثر؟ تقولون نعم، ترى يترتب عليه أشياء، معناها أن من جامع في القضاء وفي النذر وفي الكفارة فلا كفارة عليه، صح ولا لا؟ طيب، كذلك يترتب عليه أن المسافر إذا حضر البلد وجب عليه الإمساك، فلو قدر أن مسافرا كان مفطرا في الصباح فوصل إلى البلد وجامع زوجته، زوجته كانت حائض وطهرت، يجوز له الجماع ولا ما يجوز؟ على كلامكم قبل قليل لا يجوز، وإذا جامع وجب عليه الكفارة المغلظة، لأنكم تقولون بأن وصف في نهار رمضان وصف مؤثر، ما قال وأنا صائم، قال في نهار رمضان، لو قال وأنا صائم لوجبت الكفارة على من جامع في القضاء وفي الكفارة وفي النذر، وحينئذ نقول الصواب أن هذا الوصف مؤثر في نهار رمضان، وبالتالي من وجب عليه الإمساك حرم عليه الجماع ووجبت عليه الكفارة المغلظة بالجماع في نهار رمضان عندما يلزمه الإمساك، واضح؟ طيب، قوله هنا هل هذا الرجل كان متعمدا للجماع أو كان ناسيا؟ قال مالك هذا الوصف غير مؤثر، فتجب الكفارة المغلظة على من جامع سواء كان ناسيا أو متعمدا، وقاله طائفة، وقاله طائفة، وهذا هو مذهب أحمد، قالوا الجماع ما ينسى. فهنا الجمهور قالوا عندنا لفظة في الحديث دلت على أن المراد المتعمد، ما هي هذه اللفظة؟ قالوا في قوله هلكت وأهلكت معناه أنه كان متعمدا، إذ إن الناس يرفع عنه الإثم، كما ورد في الخبر الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فدل هذا على أن الناس يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم. فحينئذ نقول بأن
على كل مدار هذا البحث هو في تنقيح المناط، ما هي الصفات التي لها تأثير في الحكم وما هي الصفات التي ليس لها تأثير في الحكم. ومثل هذا في مسألة من جامع ناسيا وهو محرم قبل التحلل، يفسد حجه بذلك أو لا؟ هناك بحث كبير في هذه المسألة. وبعض العلماء قال النسيان في الحج مؤثر، وبالتالي من فعل محظورا فإنه من فعل محظورا ناسيا فإنه لا تجب عليه الكفارة. ومنهم من يقول من فعل محظورا ناسيا تجب عليه الكفارة، ومنهم من فصل وقال المحظورات التي يلزم عليها إتلاف تجب فيها الكفارة، والمحظورات التي ليس فيها إتلاف فلا كفارة فيها. مثال ذلك تقليم الأظافر، فيه إتلاف أو لا؟ فيه إتلاف. حلق الرأس فيه إتلاف، فتجب فيه الكفارة لمن فعله ناسيا، بخلاف لبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب فليس فيها إتلاف، وبالتالي لا تجب الكفارة فيها. ومثل في باب الفدية، في باب فدية جزاء الصيد، فدية جزاء الصيد فيه إتلاف ولا ما فيه إتلاف؟ فيه إتلاف، وعلى ذلك نقول بأن من صاد صيدا ناسيا وهو محرم فإنه يجب عليه الجزاء. طيب حديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، نقول هذا في الإثم، هذا في الإثم، فإن من صاد ناسيا لا إثم عليه لكن عليه الفدية، وذلك لأن الإثم هذا من خطاب التكليف، بينما الفدية والجزاء هذا من خطاب الوضع، والخطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف ولا تكليفه. ومن أمثلة ذلك مثلا الزكاة تجب في مال الصبي وهو غير مخاطب لأنها من خطاب الوضع، لا يشترط أن يكون المخاطب بها مكلفا. وذكر المؤلف الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وطرد عليها مسألة الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فهل عليه القضاء؟ فالعلماء لهم ثلاثة أقوال: الصواب لا يجب قضاء ولا كفارة، وقيل بأنه يجب القضاء والكفارة كما هو قول مالك، وقلنا بأن المعنى في حديث في عند مالك أن هذا الخبر خالف القياس. وتلاحظون مفهوم كلمة الاستحسان، ما معنى الاستحسان؟ من يجيب؟ غلط غلط، الاستحسان هو ترك القياس. إيش معنى الاستحسان؟ ترك القياس. مالك أخذ بالقياس فرد الخبر، إذن لم يستحسن. الجمهور أخذوا بالخبر وتركوا القياس، فهذا استحسان. إذن الاستحسان هو ترك القياس، أو بعبارة أخرى نقول هو العدول بالمسألة عن أمثالها ونظائرها لدليل خاص، هذا يسمى الاستحسان.
فالجمهور تركوا مقتضى القياس لورود الخبر، فهذا يسمى عندهم استحسان. ولذلك قال: فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، يعني أنه لا يفطر. وفرق بعض أهل العلم في مسألة النسيان والخطأ، النسيان والخطأ. تريد أن نبحثه اليوم ولا نتركه ليوم آخر؟ ها؟ إيش؟ يوم آخر ننزل عند رغبتكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه صلاح أحوال الأمة واستقامة أمرها وتآلف قلوبها واجتماع كلمتها وجعل أمر ولايتها في صالحيها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.